الخطاط القندوسي مغربي أم جزائري؟ مؤخراً تم إغراق اليوتيوب بفيديوهات تتكلم عن الخطاط القندوسي وتحاول نسبته إلى الجزائر بأي وسيلة ممكنة. في هذا الفيديو سنحسم الجدل بالدلائل والحجج. عرف المغرب بتفرده في خطوطه وشكل الكتابة عند الخطاطين، فقد حاولوا أن يتميزوا بها عن خطوط الدولة العثمانية التي كانت مظهراً من مظاهر السيادة العثمانية آنذاك، لذلك ابتعدوا عنها واخترعوا خطوطاً خاصة بهم. من بين الخطوط التي اخترعها المغاربة: الخط المبسوط والمجوهر والزمام والثلث المغربي وغيرها. وعلى عكس الخطوط المشرقية المعروفة بالقواعد المضبوطة والصارمة، فالخطوط المغربية خطوط مرنة غير مقعدة، يعني غير مضبوطة بقواعد، وهذا ما أتاح للعديد من الخطاطين المساحة للإبداع والتطوير، فبدأت خطوط تتولد من خطوط وخطوط تتطور من خطوط. فكان لكل خطاط أسلوب خاص به، وهذا أدى إلى تنوع خطي نراه في المخطوطات الموروثة أباً عن جد. فلكل مخطوط أسلوبه وإيقاعه، ومن بين هؤلاء الخطاطين المتميزين الخطاط موضوع الحلقة سيدي محمد بن القاسم القندوسي. الشيخ القندوسي الذي اخترع خطاً خاصاً به سمي بالخط المغرب القندوسي نسبة إليه. كلمة مغربي تثير امتعاض الجيران بزعم أن القندوسي جزائري. ولد بقبيلة القنادسة التي تبعد حوالي 25 كيلومتر من بشار، وبالتالي فهو يستحق أن يلقب بالجزائري وليس المغربي. والأمر الذي يتناسوه هو أن بشار وتندوف ومناطق أخرى هي في الأصل أراضي مغربية منذ القدم. يقول خير الدين لازريكلي الدمشقي صاحب كتاب الأعلام، والذي أتمه سنة 1927 بالنص: محمد بن القاسم القندوسي أبو عبد الله فاضل، متصوف من أهل القنادسة، وهي بلد في صحراء المغرب الأقصى. حالياً القنادسة وبشار وتندوف والعين الصفرة وغيرهم حدود موروثة على الاستعمار كما يقول الجيران، وبناء عليه يدعون إن الخط القندوسي الجزائري. الشيخ القندوسي الذي ولد في أوائل القرن 18، وهذا يعني أنه ولد بسنوات قبل قيام دولة الجزائر وسنوات حتى قبل معاهدة لالا مغنية التي كانت في مارس 1845. هذه الأراضي بشار وتندوف تنتمي للصحراء الشرقية التي فتح أرشيف الوثائق التاريخية الخاص بها، وهو ما سيسلط عليها الضوء بعد طرق مسمار الصحراء الغربية المغربية. نعود للشيخ القندوسي الذي انتقل في شبابه لمدينة فاس وعاش بها حتى توفي. افتتح بها محلاً للعطار والأعشاب، وكان متفرغاً للخط وطلب العلم في محله مع التجارة. كان رحمه الله بارعاً لدرجة أنه لفت انتباه الناس رغم كونه لا يحب الشهرة. عرف عنه أنه إنسان متصوف زاهد ومتواضع، كتب عدة كتب في الزهد والتصوف والرقائق، بالإضافة أنه فنان وخطاط اخترع خطاً خاصاً به يتسمى باسمه حتى الآن. هذا الخط الذي يقول أهل الاختصاص عنه بأنه أكثر من خط عادي بل خط روحاني، وهذا يعني أن الشيخ كتبه في أحوال ربانية. كتب لفظ الجلالة في ضريح مولاي إدريس، وهي أشهر لفظ الجلالة في العالم، حيث أنها منتشرة في جميع القارات. وكتب مصحفاً في 12 مجلد موجود بالخزانة الحسنية،
وكتب دلائل الخيرات، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية التي تتوارثها مجموعة من العائلات المغربية. أكمل كتابة المصحف المسمى بالمصحف القندوسي في سبتمبر 1850، أي قبل قرن من الزمان، على استقلال الجزائر سنة 1962، بينما أول مصحف مطبوع طبع بالجزائر سنة 1931 بالمطبعة الثعالبية، وخطه الخطاط الجزائري الشيخ السفتي رحمة الله عليه، والذي كتبه بخط يشبه الخط المغرب المبسوط، بينما الغلاف بخط الثلث الجلي المشرقي. من كل ما سبق نستنتج أن الشيخ الخطاط سيدي محمد بن القاسم القندوسي مغربي بالتاريخ والجغرافيا، فالشيخ ولد في أراضي مغربية حين كانت الجزائر إيالة عثمانية، وكانت خطوط الدولة العثمانية هي الرائجة في المستعمرات، ولم يكن من الممكن ممارسة الخطوط المغربية آنذاك، وهاجر هجرة داخلية ومكث في فاس، وتوفي بها سنة 1861، وخلد اسمه كواحد من أشهر خطاطي العالم. رحم الله سيدي محمد بن القاسم القندوسي وغفر له، أمين. شكراً لكم على المتابعة.